الحوثي من أمامكم وخذلان الحلفاء من ورائكم، ولا مفر من مواجهة أحدهما أو كليهما معا. هذا ما تقوله مؤشرات اللحظة الراهنة. على اليمنيين إذن أن يخوضوا معركتهم منفردين في مواجهة تعقيدات الحرب وتغيرات الأحداث. يبدو المشهد ضبابيا في معركة اليمنيين المصيرية، فثمة من يحول دون فهم الصورة الكاملة لمعركة استعادة الدولة. الصراع في اليمن أخذ جوانب متعددة يصعب السيطرة عليها، خاصة فيما يتعلق بالجيوش الصغيرة ذات الولاءات المتعددة والنزاعات الجانبية. الحديث عن نصر عسكري هو عدم فهم الواقع العملية في اليمن. وفيما تقول المؤشرات إن ميليشيا الحوثي تخوض صراع النفس الأخير، لا يبدو في المقابل أن التحالف العربي راغب في وضع الفصل الأخير لمعركة استعادة الدولة، وربما لا نوايا من الأساس. وعدم السماح لهذه الميليشيات بأن تهدد حياة المواطن السعودي بشكل أو بآخر، وهذه الأهداف ولله الحمد تحقق جزء كبير منها. وهو ما ألمح إليه ناطق التحالف العربي السابق أحمد عسيري حول عدم وجود نية لتحقيق نصر عسكري كامل، فلم يعد الحوثي مصدر قلق للجار. في تصريح أخير له تحدث قائد قوات التحالف العربي من مأرب عن اقتراب معركة استعادة العاصمة صنعاء، ورغم الاستعدادات الطويلة لهذه المعركة لا يبدو على الأفق مؤشرات معركة محتملة قادمة. في المقابل تسعى أبوظبي لأن يكون لها وجود نافذ في المناطق المحررة مكافأة لشراكتها في التحرير الذي لم يكتمل. أنهارت الدولة فكانت عثرة اليمنيين الكبيرة، إلا أن ثمة تداعيات لا تقل سوءا عنها، منها الوضع الاقتصادي الكارثي وانتشار الأوبئة، بالإضافة إلى بروز ورقة الإرهاب والجماعات المسلحة المتطرفة التي تزدهر في ظل غياب الدولة والقانون، ناهيك عن المغادرة الغامضة لرئيس الوزراء ومحافظ عدن، والتي تركت الكثير من علامات الاستفهام حول الحاكم الفعلي لعدن وخفايا الصراع على بسط النفوذ في المناطق المحررة. مؤخرا كشفت إدارة البنك المركزي عن جانب من هذا الصراع الخفي وعن أسباب عجز الحكومة عن دفع مرتبات موظفي الدولة، حيث شكى بيان صادر عن البنك المركزي تعثر وصول شحنة الأموال ل13 مرة بسبب منع التحالف لها، وهو ما يلقي بتبعات ثقيلة على رواتب الموظفين وعلى الجهاز المصرفي والاقتصاد اليمني برمته. جبهات كثيرة على اليمني أن يخوضها، وخلافات تندر بعواقب وخيمة، غير أن استعادة الدولة المختطفة وإنهاء الانقلاب أولى الأولويات ومكمن الداء، والبقية أمور عارضة تزول باستعادة الدولة، لكن هل ستستعاد أم أن لكل شأنه ومآربه من حربه الصغيرة في اليمن الكبير؟